ظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح كل سنه يوم سبت النور، ده دليل مادي والمعجزه اللي بتشهد عن قيامه السيد المسيح، زي بالظبط اللي حصل مع توما. توما في الاول ما كانش مصدق في القيامه لما التلاميذ قالوا له ان القبر فاضي. توما كان عايز حاجه ملموسه وماديه يشوفها عشان يصدق. عشان كده السيد المسيح ظهر له وسط التلاميذ وقال له يجي ويحط ايديه مكان المسمار ومكان الحربه فيصدق. لما تفكر كده، ليه الكنيسة رتبت في الخمسين المقدسة ان هي تحط احد توما؟ هنلاقي انه مش عشان تقلل من ايمان توما، لكنه عشان تقول لنا صعوبة الايمان بالقيامة لكنها مش مستحيلة. في انجيل يوحنا اصحاح 20 آية 29 بيقول كده، لما توما امن واعترف انه السيد المسيح فعلا امن بين الاموات، قال له كده: ربي والهي. قال له يسوع: يا توما انت رأيتني فامنت، فطوبى للذين امنوا ولم يروا. هنا السيد المسيح طوب قوي ومدح الناس اللي امنت من غير ما تستنى معجزه. طب تعالوا نفكر، لو في سنه من السنين النور المقدس اللي بيظهر كل سنه ما ظهرش، هل ايماننا هيضعف؟ هل فرحتنا بالقيامه ممكن تقل؟ هل علاقتنا بشخص السيد المسيح مبنيه ومسنوده على مواقف وتجارب حياتيه بنعيشها معاه كل يوم، ولا هي مسنوده بس على معجزات وظهورات بنسمع عنها؟ تعالوا نصلي انه حتى لو ايماننا ضعف، حتى لو احنا برضو مستنين المعجزه عشان نصدق في حدث معين، تعالوا نقول له كده: اؤمن يا سيد فاعن ضعف ايماني.